السلام عليكم اخوات، لاباس؟ بخير، كي بقيتو؟ كلشي بخير. ندخلو في الموضوع نيشان. عندي اليوم غندير لي كيش، هانتوما تشوفوا. انا استفتهم واحد 10 بحال هاد الشكل. عندي هنايا واحد الرابعه ديال لادند ومع شويه سكينجبير. عندي الفرماج خلصت نعمرو لي كيش وغادي نديرو. عندي بصيله غادي نحمر شويه البصله، واحد البصله بركه نحمر بها لادند. عندي شويه البزار، عندي شويه الكوزه، عندي شويه الملحه، عندي شويه المعدنوس، عندي معلقه ونص ديال الفورص ومعلقه ونص ديال مايزينا، جوج كيسان الحليب. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ الكاسرونه، غادي نخليو هادشي على جانب. غادي ناخذ الكاسرونه وغنديروا فيها الحليب. ها نتوما هاد جوج كيسان ديال الحليب. غادي ندير فيها المايزينا، ها نتوما تشوفوا هادشي كله غنديروا هكا وغنحطوا فوق العافيه. ها نتوما الاخوات، غادي يعقد شويه د الملحه، شويه د البزار، شويه د الكوزه، شويه د البزار ضروري لان لاصوص بيشاميل خصها البزار. ها نتوما ما نكثروش حتى البزار بزاف باش ما تضيعناش النكهه ديال الكوزه. غير شويه الملحه كذلك، غير شويه، ما درت غير باش تبان لكم. علاش؟ لان عندنا الفرماج مالح، ديما ديروا بحساب الفرماج مالح. دابا هادشي كله غادي نخلطوه ونديروا فوق. ها نتوما الاخوات شويه ديال زيت العود راني درتها هنا. شنو غادي ندير؟ غادي ندير البصيله باش تنزل شويه. ملي تنزل ها نتوما داك شويه د الملحه وشويه د البزار غنزيدهم هنا، مي ما تملحوش، لان ديما كيبقى لي كيش لاصوص فيها الملحه والفرماج فيه الملحه. غادي نشحرهم على العافيه. من بعد عاد نزيد لادان مع شويه سكينجبير خضر باش كيعطي واحد النكهه. يلا شوفوا معايا، هاني غادي حاجه. ها نتوما الاخوات، ها هي ديال البصيله هبطات كتجي بنينه. غتزيدوا عليها ديك لادان وتوليو تشحروا، وداك شويه سكينجبير كيعطي واحد النكهه هائله مع داك لادان ولا الدجاج. ها نتوما غادي تقلبوا هذاك الشيء. اخوات عندي المعدنوس، بلاتي شويه طاب لادان باش كيبقى دائما المذاق ديال المعدنوس حاضر. المعدنوس هو الاخر، بلاتي شويه. ها نتوما ها هو حتى هو كيهبط، غادي يطيب. نزيدو شويه العافيه ونخليوه بلاتي مره مره نحركو لاصوص بيشاميل. ها نتوما شوفوا القوام ديالها، ها نتوما كتجي حتى هي غزاله بنينه غير بالحليب. ودرنا معلقه الزبده كبيره ضروري، معلقه الزبده في لاصوص بيشاميل انا كنأكد لكم عليها. ما تنساوش حتى توجد حتى تختار، ملي تختار زيدوا ديك المعلقه وحركوا مزيان ما تكونش مكوره. ها نتوما شوفوا القوام ديالها كي داير بحال الكوماد ولا بحال كريم، تكون كريمي. ها نتوما راه باقا شويه شاله العافيه. ها نتوما بهذا الشكل، وما تريتيوش ملي تحط فوق العافيه وديروا لها داك الشيء بداو تحركوها، راه ضروري ماشي تخليوها حتى تلبد وتلصق لكم في قاع الكاسروما. ها نتوما ما تحرقش، الا مشات حتى تحرقات غادي تعطي واحد المذاق خايب. يلا نتلاقاو من بعد. اخوات ها هي لادند ديالنا وجدات، شوفوا كي كتجي غزاله مع النكهه ديال المعدنوس، خليوها دائما تصلخر كتجي زوينه. يلا دابا غادي نعمرو لي كيش، غادي نعمروهم، غادي نفرقوا داك لادند، غادي نفرقوها على لي كيش. كل حاجه شويه شويه، ولا كان شي حاجه زايده خلاص حنا غادي نقادو، غادي نقادو ما نخليوش شي عامر وشي خاوي. سي فري ما دقناش الملح لان رمضان، درنا عينا ميزاننا هادشي اللي كاين. هانتوما الاخوات راني درت لادند، هانتوما غادي تحطو داك لاصوص وديرو غير معلقة على الجهد ديال كل واحدة شوية شوية. أنا غادي ندير واحد جوج أو ثلاثة نوريكم، من بعد غادي نكمل راسي باش ما يجيش الفيديو طويل. ها نتوما هاد ليتا، هاد ليتا بلاصوص بيشاميل،
ديروهم كيجيو رائعين بزاف بزاف. اخوات هانتوما شوفوا، انا درنا لهم الفريمج، دابا غادي ندخلهم للفران صافي يتحمروا. وهذا الفرماج خصو يكون غاتيني دوغي، يكون مذهب باش كيجيو مزيونين. انا خلطت الفرماج اللي درت، نتوما يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا، اللي عندكم واجد واللي ساهل. انا درت الموزاريلا والفرماج الاحمر خلطتهم. انا غادي ننصحكم دير لكم الفران سخون، دخلوهم واحد ربع ساعه، شو عينك راه كلشي طايب، اصلا كلشي طايب، غادي غير يتحمروا شي شويه، تردوا لهم البال وصافي. هادشي اللي كاين حيت كلشي فيهم طايب، يذوب الفرماج ويتحمروا من الفوق شويه وصافي. اخوات كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتروق لكم، جربوها راها كتجي رائعه. ما عندي ما نعاود لكم، راني دابا غنبقى نشهي فيكم غندي الذنوب. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راها بسيطه ما فيهاش بزاف، مي كتجي رائعه. صحتكم وراحتكم، ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله. عقبال ان شاء الله فيديو اخر.